سنة 91 واللعب مع الكبار. دخلنا في فيلم اللعب مع الكبار اللي هي اول تعاون يعني كان في وحيد حامد قبل كده، بس وحيد حامد وشريف عرف كان وحيد حامد قبل كده مع الهلفوت ومع لا مع منتخب الدكتوره سيما عباسط لكن هو وشريف بقى الثلاثي خماسيه التسعينات بتبدا بقى من 91 اللعب مع الكبار، 92 الارهاب والكباب، 93 المنسي، 94 الارهابي. والارهابي هنا هو كان له علاقه بحدث خارج يعني او حدث مجتمعي هام جدا، هو اغتيال كاتب الراحل العظيم فرج فوده وعلاقه عادل امام بيه. عادل امام كان قريب من فرج فوده على المستوى الشخصي لدرجه ان لما فرج فوده تم اغتياله عادل امام ذهب الى المستشفى، كان بالصدفه بصحبته الكاتب عادل حموده، تبرع له بالدم وقعدوا ويعني وتشابه ان نفس فصيله كاتب فرج فوده هي نفس فصيله الفنان عادل امام والكاتب عادل حموده. بعد ما اكتشف ان هو يعني توفى عادل امام انهار بالبكاء، يعني انهار على الارض من شده، حس ان هو يعني ايه خزله في حياته او ما سندوش بالشكل الكافي، لدرجه ان في الجنازه الفنان عادل امام من فرط تاثره هتف بلادي بلادي. كان مشهد اسير ساعتها وقدم الموقف العظيم لعادل امام، لانه في الوقت ده كان البعض مصاب بالجبن والبعض الاخر مصاب بالسلبيه، كانوا على بعض المثقفين والفنانين صحيح. والبعض الثالث أصيب بنفس البلا الأسود بتاع السلفية صحيح. لكن عادل إمام فضل صوت مصري عظيم جدا وبيراهن كتير من النوع ده ممكن يخشى على شهرته على حياته، يخشى على نجوميته صحيح. على حياته. وانت ليه تقول رأيك؟ انت راجل ممثل وتقعد على الشاشة وتعمل اللي انت عايزه صحيح. لا، وكان جريئا ومقتحما وشجاعا وشاف دي معركة مصر بالظبط. وفي الوقت ده طبعا الأستاذ عادل إمام نجم كل الصالونات الثقافية اللي ممكن تحصل في مصر صحيح. وأي جلسات كان للأستاذ دكتور ميلاد حنا للأستاذ هيكل، عادل إمام مثقف وشخصية عامة كتف بكتف مع هؤلاء، يعني مش فنان في حضرة مثقفين بالظبط، لا مثقف مع مثقفين لا مصنع. وقراءاته كمان انه بيقرا في الادب، بيقرا قراءات متخصصه يعني قراءه في الادب المقارن، بيقرا في الفلسفه، مش بيقرا قراءه تسليه. الجذور القديمه بقى بتاعت الشاب المثقف في الستينات اللي هو ليس كاي فنان، لكن كمان هو اكتسب قيمه كبيره قوي من الثقافه السمعيه صحيح. لانه بيقعد مع فطاح اللي كان وهو شاب صغير، بيتعلمها من عبد الحليم ازاي يسمع ويتابع ويقارن طبعاً. وما يتكلمش ويشرب من اللي حواليه صحيح، لكن عنده هو طفل ويكون راي وموقف صحيح. ده كلام سليم جدا. اغتيال فرج فوده خلاه يعمل الارهابي مع الكاتب لين الرملي وجسد شخصيه فرج فوده الفنان الراحل محمد الدفراوي يعني لم يخشى على حياته عادل امام برغم وضعه على قوائم الاغتيال صحيح. او على اوائلها. طبعا للشباب اللي ما حضرش هذه الايام عايز اقول لكم ان اول مره في تاريخ السينما تظهر المدرعات والدبابات تحمي دار عرض سينمائيه وهي بتعرض العرض الخاص لفيلم الارهابي، وفي الوقت ده كمان يحصل هجوم من الجماعات الإسلامية على مسرح من مسارح قرية في أسيوط، على مسرح من مسارحها الولاد بيعملوا فرقة هوا هناك، فعادل إمام يقرر أنه يروح أسيوط ويعمل الواد سيد الشغال مسرحية اللي كان بيعملها في قلب أسيوط، ويركب القطر عابرا كل محافظات مصر حتى أسيوط مع وفد مسرحي وفني كبير وصحفيين، ويروح يعرض المسرحية ويتحدى بيها الإرهابيين ويتحدى بيها السلفيين هناك، وكان مشهد عظيم جدا برضه في تاريخ عادل إمام، عمل اللي ما عملتلوش دولة يعني. وأظن إن المصور الكبير والفنان الكبير الأستاذ محمود عبد السميع مسجل وفيديو كل هذه وسينما كل هذه الرحلة، لأنها رحلة تستحق أن تتحول إلى أفلام الحقيقة يعني من كتر تاريخيتها واهميتها صحيح. سنه يعني وعرض ثلاث ايام متواصله، حتى كان في مشهد اسير وهو مروح بالقطر، الاهل اسيوط كانوا بيجروا مش عايزين يمشي